الناس تعتبر بتتابع خلال ال4 سنين نتائجكم، لكن في الاولمبياد بيبتدوا يتفرجوا. فلو حد هيتفرج عليك بكره في الاولمبياد برضو مش هيبقى عارف ايه سلاح السيف وايه الشيش وايه المبارزه. فلو انت هتشرح بشكل مبسط الفرق للناس. اقول لك بسرعه، هو السلاح يتقسم لثلاث العاب، سيف وسيف مبارزه وشيش. الشيش الهدف بتاعه الصدر والظهر، سيف المبارزه الجسم كله، والسيف الجزء الفوقاني بالراس. السيف اللعبه الوحيده انك ممكن تلمس باي جنب من السيف، يعني ممكن تلمس بجنب السيف. اما الشيش وسيف المبارزه زي ما احنا عارفين بيبقى فيه زي بوينت كده قدام في اول السيف، لازم تضرب الخصم في لازم تزق البوينت جوه عشان اللمبه تنور. والقوانين بتختلف، يعني القوانين بتاعتها بتختلف، كل لعبه مختلفه عن الثانيه. بس النقط من 15، كل النقط من 15، بس الشيش وسيف المبارزه ممكن التايم، يعني لو 9 دقائق عدوا من غير ما يوصلوا ل 15 الماتش يخلص، بس السيف على طول عشان هي سريعه جدا واسرعهم فبتوصل ل 15 على طول، ما فيش مشكله.